نروح مع حضراتكم لمحافظة بورسعيد. عملت تجربة مهمة جدا في الإنتاج الحيواني من خلال إقامة مشروع من المشاريع العملاقة لتسمين بطاقة وصلت ل 10,000 رأس ماشية. ده ساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من اللحوم البلدية الحمراء في المحافظة. مش بس كده، دي بدأت كمان في التوزيع على المحافظات المجاورة. طفرة تنموية تشهدها محافظة بورسعيد في مجال الإنتاج الحيواني، وأصبحت مركزاً هاماً لتصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى الجمهورية بعد تشغيل محطة التسمين في منطقة القابوتي بجنوب بورسعيد، والتي تعد أحد كبرى مشروعات التسمين على مستوى الجمهورية. تبلغ طاقة المحطة 10,000 رأس ماشية، وتسجل حالياً أعلى معدلات النمو في تربية وتسمين وإنتاج اللحوم. مشروعات الإنتاج ببورسعيد ساهمت في توفير الاكتفاء الذاتي من اللحوم البلدية الحمراء للمحافظة، ومن بعدها التوزيع على المحافظات الأخرى بجانب إنتاج الألبان ومشتقاتها. جهود متواصلة من المحافظة لبحث سبل التعاون مع رجال الأعمال لتنمية الإنتاج الحيواني، وبحث تقديم الدعم الكامل بما يحقق نجاح المشروعات في مجال الإنتاج النباتي والحيواني، ويعود بالنفع على محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.